هنا فخامة الرئيس وهو واقف داخل قاعة مؤتمرات المنارة، وواقف قدامه أبطالنا وهو بيتكلم معاهم وبيكرمهم وبيقول لهم إيه بقى؟ إحنا آسفين قوي. شوف خد بالك بقى، إحنا آسفين قوي إن إحنا ما افتكرناكوش. يا نهار أبيض. سيادة اللواء مصطفى سليمان رئيس استطلاع المجموعة 139 قوات مسلحة مصرية، أهلا بحضرتك يا سيادة اللواء. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك يا فندم. أنا وبمستمعيك وببرنامج بتاعك الجميل يا فندم اللي هو يعني مصر كلها. لا هو مصر كلها. هو حضرتك فاتح التلفزيون يا فندم؟ لا والله أنا كنت أتمنى، لكن أحب إنه يوصلوا لحضرتك انحنائي يا فندم. الله أشكرك فيك. أشكرك. الله يخليك يا سيدي، إن شاء الله. أشكرك يخليك يا فندم، علشان بسبب حضراتكم يا فندم احنا النهارده ماشيين على ارض مصر وبنروح سينا ولا كأن في حاجه. الحمد لله، ربنا يديم على مصر الخير ويهيئ لها يعني كل خير ويعين سياده الرئيس. يعني احنا الحقيقه يعني احنا قلنا له ربنا يعني يرعاك ويعينك، يعني لانه الناس يعني الميديا دلوقتي بتخلي فيه لغط، والناس مفتكرة ان الحياة كبد. لقد خلقنا الانسان في كبد. الناس لازم يبقوا عارفين ان احنا لازم بنجاهد. الجهاد مختلف بقى، في جهاد حرب وفي جهاد تعمير وفي جهاد اغواء وفي جهاد تشتيت فكس وفي يعني كل دي يعني ليس على صورة واحدة. فاحنا بندعو الناس انها تعرف ان مصر دي كل واحد يجي عليه الدور يشيل مصر. صحيح. ويوقف لها. صحيح. بيبني، بتتهاجم، مطلوب انها تتقدم، وهكذا. ومش في ناس بتحدف على مصر طوب. ده يحصل بس مش كتير، مش عايزين يبقى كتير. بس صحيح. هو ده اللي احنا بنقول. طيب سيادة اللواء، انا يمكن كنت بقول انه لازم الامهات يحكوا لأولادهم حواديت الحرب وبطولات الحرب. وبعد اللي احنا يعني عرفناه عن حضراتكم، انا محتاج اسأل سؤال. تفضل. هو ازاي يا فندم كتيبة صاعقة مصرية تهزم 3 ألوية مدرعة زائد لواء مظلات؟ عملتوها ازاي يا سيادة اللواء؟ هي الحقيقة انا هقول لحضرتك على حاجة يوسف بيه، انا ومستمعك الكريم، انا عايز ادي صورة عن الارض دي. الأرض دي يعني عبارة عن ترعة متجهة من الإسماعيلية رايحة بتروي مدينة السويس. يمينها ويسارها في مزروعات، يعني الإسماعيلية مشهورة بفاكهة المانجا يعني. أيوه. والحتة دي يعني فيها طبعا أهلنا من الفلاحين اللي بيزرعوا والكلام ده كله. هم دوم جم في هذه المنطقة الشجرية دي وانتشروا فيها. فاحنا كان يعني كان من النصايح اللي وصلنا ليها ان احنا هنتقسم لاتيام صغيره، خمسات، كل خمسه مع بعض عارفين بعض، يوسف بيه، مصطفى فلان كده. ودخلنا ما احناش عارفين هم فين، وما حدش قال حدودهم فين. فهم كانوا تورطوا يعني، دفعوا المظليين. وطبعا كان يعني انا هذكر الزملاء اللي استشهدوا واللي عايشين، اللي زي مثلا المرحوم حامد شعراوي، اللواء التميمي، عزت عطيه، الناس دي كلها، مبارك هنداوي، كل دول ضباط وجنود، كل واحد بمجموعته. فكان الحظ انه هم عملوا كتله يعني، فتم مهاجمتهم وتم القضاء عليهم. بعد كده الدبابات لما جت بقت بتقابل الاتيام الخمسه، لو فاتوا من الخمسه الاولانيين الخمسه اللي بعديهم يصطادوها ويضربوها، لما بيضربوها اللي وراها بتقف، الخمسه اللي بعدهم يضربوها، وهكذا. احنا يعني كان يعني زي ما بنقول يعني عايزين نقول الجنود والضباط اللي استشهدوا واللي عايشين، كان صراع ما بين الدبابه
والجندي بس المنطقة بتحمينا. بصراحة المنطقة كانت بتوفر لنا نوع من الاقتراب لغاية أمطار منه. اللي هم ضربونا طبعا بقنابل محرمة دوليا اللي هي قنابل الشرابني اللي دي كانت تضربها الطيارات، قنابل أمريكية في كونتينر كبير أو محتوى كبير كده يعني، ولما ينفجر في الجو يطلع منه عدد لا غير محدود من القنابل. كان ده يعني حمانا ربنا بي ان شجر البرتقال وشجر المانجا يعني كل الورق اللي فيه طار علينا، والحمد لله الاصابات كانت في حدود خسائر الحرب، وقدرنا بفضل الله وبرحمته وبالشباب اللي هم الشباب اللي لازم يقفوا وقفوا. ونشكر ونترحم على الشهداء وندعو للاحياء بالسعاده، ونقول لشباب مصر كل واحد يجي عليه الدور يشيل مصر. هي كلمه نفر دي، مش دي فرعونيه بيقولوا عليها. مين هو النفر؟ هو الشاب القوي القادر على حمل السلاح او القادر على الزراعه. فاحنا لغايه دلوقتي حتى لما بنجي نشتغل بنقول ايه؟ عايزين نفرين. هي دي السن دي. هم ما كانش عمل وهو نفر هيعمل هو كهل ولا هو طفل، لا، الشاب لازم يقف ويتحدى ويقف جنب قيادته السياسيه والاجتماعيه وفي المحافظه بتاعته يؤدي عمله. الشباب تحدي، لازم كل واحد يبقى عنده ما يتحداه. صحيح صحيح. سياده اللواء انا النهارده كان ليا عظيم الشرف ان شفت حضرتك، وليا عظيم الشرف ان انا يمكن اجريت هذا الحوار التليفوني مع سيادتك. الف 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 شكر. ربنا يدي حضرتك الصحه ويمد في عمرك ويدي لك البركه في العمر، ونفضل دايما متشرفين بسيادتك يا فندم. اشكرك جدا سياده اللواء مصطفى سليمان، رئيس استطلاع المجموعه 139.